بداية لعبة فانغارد تكون في ان كل من اللاعبين يطلعون جريد زيرو يونت من مجموعتهم وحش مستوى صفر، تطلع من المجموعة وتحطه على الفانغارد سيركل الدائرة الكبيرة الموجودة في النص، تحطه فيس داون، تحطه مقلوب. بعدها كل من اللاعبين يخبصون الاوراق، يسوون شفل حق الاوراق، ثم كلهم يسحبون 5 اوراق. بعدها ندخل في مرحلة اسمها مل اجين او درو اجين، تشوف الاوراق اللي بيدك، اللي ما عجبك ترد المجموعة تسحب بداله. عندك 5 اوراق، ترد من 1 الى 5، لك الحرية ترد 2، تخبص تسحب 2. بعدها تتم قرعة بين اللاعبين، الفائز في القرعة هذه يبدي اول. ثم ندخل في الستاند اب فيز، كل من اللاعبين بداية اللعبة تقلب الوحش اللي حطيته مقلوب، تقلبه تفتحه ستاند اب فانغارد. بعدها اللاعب اللي فاز في القرعة راح يسحب اول، فيدخل في الدرو فيز. بعد ما يسحب الدرو فيز مرحلة السحب، يدخل في الرايد فيز مرحلة الرايد. مرحلة الرايد تسوي رايد حق جريد 1 على جريد 0 الموجود عندك في الملعب، ما يصير تطمر جريد 2 ولا جريد 3، لا بالترتيب كل دور عندك رايد 1، رايد 1 2 3. بعد الرايد فيز تدخل في المين فيز. المين فيز المرحلة الرئيسية، المرحلة الرئيسية تقدر تشغل خاصيات اليونتس او الوحوش الموجودة عندك، او وتقدر تستدعي تسوي كول حق الوحوش في الرير جارد سيركل الموجودة عندك. تقدر تسوي كول حق وحوش نفس مستوى الفانغارد اللي عندك او اقل، يعني اذا عندك جريد 1 تقدر تسوي كول حق جريد 1 و0. بعد المين فيز يدخل باتل فيز، مرحلة الهجوم. مرحلة الهجوم ما راح تقدر تهاجم لانك بديت اول، لكن اللي يبدأ ثاني يقدر يهاجم. فينتهي المين فيز والباتل فيز تالي الاند فيز دايركت، لانه ما راح تقدر تهاجم. نفس ما احنا قلنا، بداية الدور يكون في الدرو فيز، سحب ورقة، بعدها رايد فيز، رايد جريد 1 يونت، مين فيز دور الرئيسي او المرحلة الرئيسية، اللاعب سوى كول حق جريد 1 يونت في الدائرة اللي ورا الفانغارد نفس ما احنا شفنا في الفيديو. فش الفرق بين الدوائر القدام والدوائر اللي ورا؟ دوائر القدام نسميها اتاكينج سيركل، الوحش الموجود في الدوائر هذه يقدر يهاجم الخصم. الدوائر اللي ورا نسميها بوستنج سيركلز. شنو هو البوست؟ ان البوست هو الوحش الموجود في البوست سيركل، يعطي طاقته حق الوحش المهاجم اللي قدامه على طول في نفس العمود. فالبوست يعني اذا كان وحشك المهاجم 8000 والبوستر 6000، توتال يصير عندك 14000 هجوم. والوحدات اللي يقدرون يسوون بوست بس جريد 1 وجريد 0، وحش مستوى اول وحش مستوى صفر فقط لا غير، اللي تقدر تسوي فيهم بوست في الدوائر اللي ورا. ولكنهم هم يقدرون يهاجمون، اذا حطيتهم في الدوائر قدام يقدرون يهاجمون، بس البوست فقط جريد 1 وجريد 0. سؤال مهم، شلون نفوز في لعبة فانغارد؟ الفوز يكون انك توصل خصمك لستة دمج. توصل خصمك لستة دمج انك تهاجم الفانغارد بالوحوش اللي عندك، واذا حشته راح ياخذ الخصم دمج واحد على كل اصابة، لان كل وحش يعطي الخصم اذا هاجم الفانغارد فقط، اذا هاجمت الريرغارد، الريرغارد يروح للدروب زون الجريفيارد. اذا هاجمت الفانغارد الخصم راح ياخذ دمج واحد يحطه في الدمج زون. ونرجع حق الفيديو، اللاعب يوم دخل الباتل فيز قرر انه يهاجم، حط اليونتين بالعرض، هذه اشارة اني بهاجم في الوحدتين هذول. فالهاجم بالفانغارد وسوى بوست ورا حق الريرغارد، فتوتل الهجوم عنده الفانغارد عنده 8000 والبوستر 6000، فتوتل 14000 حق الفانغارد. اول ما تسوي الوحدات بالعرض خصمك يقرر هل يبي يدافع ولا لا. في الفيديو عندنا الخصم ما راح يدافع. في نقطة بتكلم عنها بعد، اللي هي وقت الهجوم انت تقدر تهاجم الفانغارد او الرير جارد زي اللي قدام،
او الفرونت رو الدوائر اللي قدام ما تقدر تهاجم اللي ورا. هذه نقطه وايد مهمه لازم تخليها بالك، تهاجم اللي قدام بس ما تقدر تهاجم اللي ورا. في بداية الهجوم اللاعب المهاجم نفس ما شفنا في الفيديو حط الوحدات اللي بيهاجم فيها بالعرض، بعدين اللي يسوي فيها بوست هم بالعرض إشارة على الهجوم، والخصم أشار إنه ما يبي دافع، فيدخل اللاعب في مرحلة اسمها عندنا درايف تشيك. درايف تشيك إنك تكشف الورقة الأولى عندك في المجموعة بعدين تحطها بيدك. شو الغرض من الكشف الورقة هذه؟ إن اللاعب يدور على تريجر. تريجر شنو؟ تريجر هم وحوش مستوى صفر تكون عندك في المجموعة، وخاصياتهم ما تشتغل إلا بالدرايف تشيك والدامج تشيك يوم تتلقى دامج. وهم ينقسمون حق أربع أنواع: كريتيكال وهيل ودرو وستاند. كريتيكال تريجر احنا اسمه قلنا إن الوحوش إذا هاجمت الخصم، إذا هاجمت فانجارد الخصم يتلقى دامج واحد، إذا عندك كريتيكال دامجين يصيرون. بعدها الهيل تريجر. الهيل تريجر اذا كان عدد الدمج عندك مساوي او اكثر من الخصم تشيل واحد عندك من الدمج زون وتقطه بالدروب زون للجرافيارد، هذا هو الهيل. بعد الهيل عندنا درو، السحب درو تريجر. اول ما يطلع لك درو تسحب ورقه اضافيه عندك. بعدين ستاند تريجر. ستاند تريجر يكون اذا كان عندك وحش بالرير جارد سيركل ما هاجمت فيه وخلصت، بعدين هاجمت بالفنجارد وطلع لك ستاند، الوحش هذا تقدر تهاجم فيه مرة ثانية، فتحطه من وضعية أفقية اللي هي بالعرض نفس إلى الوضعية الطبيعية، بعدين تقدر تطق فيه مرة ثانية. الفنجارد ما يصير له ستاند، اللي يصير له ستاند بس الريرجارد. وكل من هذول الأربع تريجرات يعطيك 5000 باور زيادة، لأن طلع لك كريتيكال يطلع معه 5000 دايركت. أنت تقدر توزع مثلا تعطي كريتيكال حق الوحش هذا وال 5000 حق الوحش الثاني، ودرو نفس الشيء يعطيك 5000 والهيل يعطيك 5000 والستاند يعطيك 5000، تقدر توزع ما بينهم. هذا بالنسبة حق الدرايف تشيك. الدامج تشيك راح يشتغلون تريجرات نفس ما قلنا، تسحب الدامج وتشوف التريجر، اذا طلع لك تريجر نفس ما شفنا ان اللاعب الخصم طلع له درو تريجر سحب، فتكشف تقول درو تريجر، تعطي القوة 5000 حق الوحش اللي تبيه تحطه في الدروب زون، بعدين تسحب الورقة، ومدام ان المهاجم طقه في كريتيكال فراح يسحب دامج ثاني بعدين حطه في الدامج زون. نبي نوضح شغله، الدرايف تشيك ما يصير الا حق الفانجارد اذا هاجم. اذا الرير جارد عندك هاجم ما يصير له درايف تشيك، الوحده الوحيده اللي يصير لها درايف تشيك هو الفانجارد فقط لا غير. ونفس ما شفنا الحين نرجع حق الفيديو مع نهايه الدور، الدور اللاعب متى ينتهي؟ اوتوماتيكيا اذا خلص اخر هجوم عنده من الباتل فيز يتحول اند فيز دايركت، يدخل دور الخصم على طول. توضيح بالنسبه حق خاصيات الوحوش، اللاعب نفس ما شفنا بالفيديو اول ما سوى رايد حق جريت تو يونت ماله اشر انه بيستخدم خاصيته، سوى وقلب الكرتين الموجودين عنده في الدامج زون مقلوبين. الكرت اللي هو نزله اسمه بلاستر بليد. بلاستر بليد شنو خاصيته؟ اول ما ينزل الملعب تسوي كاونتر بلاست حق كرتين عندك. كاونتر بلاست شنو؟ تقلب كرتين عندك من الدامج زون يكونون مفتوحين تسويهم مقلوبين تقلبهم، هذا كوست او ثمن عشان تشتغل خاصية بلاستر بليد. خاصية بلاستر بليد تنقي وحش من اللي ضدك مستوى 2 او اقل تسوي له ريتاير. ريتاير شنو؟ انك تقطه من الملعب توديه للدروب زون او الجريف يارد عشان تضعف من هجوم او دفاع خصمك.
بس ما شفنا بالفيديو وقت الهجوم الثالث قرر اللاعب المدافع انه يسوي جارد حق الفانجارد عنده عشان لا ياخذ دمج زياده. قبل اشرح لكم فكره الجارد بس بتكلم عن نقطه معينه وهي شنو، انك يوم تهاجم لازم يكون توتال هجومك مساوي او اكثر حق توتال هجوم الوحش اللي ضدك عشان ياخذ دمج اذا كان فانجارد او اذا كان رير جارد يروح للدروب زون. اذا كان اقل ما راح تقدر تحوشه، فمع البوست ينحسب التوتال على اللي ضدك، ولكن وقت الدفاع البوست ما ينحسب لك بس في وقت الهجوم. نرجع حق الجارد ويكون بالنا النقطه هاي تو تكلمنا عنها. الجارد يكون من ايدك، كرت القطه من ايدك على الجارد سيركل الموجوده قدام الفانجارد على طول. ايش كذا اعرف ان كميه الجارد هنا 10000 ولا 5000؟ كميه الجارد موجوده في، تشوف كرت الفانجارد على اليسار في مستطيل اسود مرسوم على صوره الدرع، مرسوم عليه صوره الدرع شيلد مكتوب عنده 10000 او 5000. هذه هي كميه الدفاع اللي راح تنضاف على هجوم الفانجارد. الحين نفس ما شفنا بالفيديو اللاعب حط كريتيكال تريجر جريد زيرو دفاعه 10000 الشيلد مال 10000 راح ينضاف على هجوم وحشه. الوحوش اللي تقدر تدافع اللي عندها شيلد هم جريد 2 وجريد 1 وجريد 0 فقط. لو تشوف ورقه جريد 3 ما عندها شيلد. ما شفنا في الفيديو في الدور هذا سوى اللاعب رايت حق جريد 3 فانجارد. لعبة فانجارد يبدأ الجد مع جريد 3. فأول ما سوى رايت حق جانسلوت اللي هو الجريد 3 شغل خاصيته. خاصية جانسلوت شنو؟ كاونتر بلاست 2. إذا كان عندك بلاستر بليد في السول تزيد 5000 وكريتيكال. السول شنو؟ اللي هم الكروت اللي تحت الفانجارد الحالي. فبلاستر بليد نفس ما شفنا انه يوم سوى رايد عليه دخل في السول، فهذا هو السول. ويوم هاجم جانسلوت سوى درايف تشيك حق كرتين بدل كرت واحد. احنا متعودين على جريد 2 وجريد 1 وجريد 0 تكشف كرت واحد، لا خاصيه جريد 3 عندهم شغله اسمها توين درايف مال توين درايف حق الجريد 3 واعلى. يوم تهاجم تسوي توين درايف تاخذ درايف تشيك مرتين ولك فرصه اعلى بترجع. دور اللاعب هذا سوى رايد حق جريد 3 يونت ماله اللي هو دراجونيك اوفرلود. اوفرلود
خاصية تشتغل كاونتر بلاست 3. نفس ما شفنا بالفيديو اللي فات ان اللاعب هذا قاعد ياخذ دمج زيادة عشان يشغل خاصية اوفرلورد، لان خاصية الوحوش معظمها تشتغل بالكاونتر بلاست اللي هو بالدمج يكون. خاصية اوفرلورد تسوي كاونتر بلاست حق 3 يفقد التوين درايف. نفس ما قلنا احنا الدراي 3 عندهم توين درايف تسوي درايف تشيك مرتين، لا خاصية تخليه يفقد التوين درايف، لكن يعطيه خاصية ثانية اذا كل ما يهاجم غير جارد يصير له ستاند. ستاند يعني يهاجم في الفانجارد مرة ثانية، يعني تهاجم رير جارد تسوي ستاند، تهاجم رير جارد ثاني تسوي ستاند، بعدين تالي تهاجم الفانجارد فتطشر اللي عنده كله. فهذا هو دراجونيك اوفر. الدور الحالي نشوف ان في وحش من وحوش اللاعب المهاجم ما ورا بوست واتاك 10000 واتاك فانجارد خصم 11000 ما راح يقدر يحوشه. لكن سوى اللاعب اول ما قرر انه يهاجم استخدم خاصية الوحش ب 10000 كاونتر بلاست 1 يزيد 2000، والحين صار اتاك 12000 يقدر يطق فانجارد الخصم. ويوم دخل الباتل فيز مرحلة الهجوم وحط الكيت في العرض وهاجم، استجابة اللاعب المدافع انه حط كت من الملعب حق الجارد. هذه الحركة نسويها انترسبت. انترسبت تكون بالدوائر الامامية فقط، تكون في جريد 2 يونت. يعني شنو؟ تكون فقط في دوائر الفانجارد الامامية، وحش كان يكون وحش مستوى ثاني. هذه الشرطين الوحيدين حقه. فهذه خاصية حق وحوش المستوى الثاني انك تقدر تدافع فيهم من الملعب. وهم اذا كانوا بيدك تقدر تدافع فيهم ومن الملعب، يعني تقدر تهاجم فيهم وتدافع فيهم في نفس الوقت. في نقطة بتكلم عنها ما تكلمنا عنها بالنسبة حق الجارد، يوم تدافع دافع حق كل هجوم الحالة. مثلا اتاك طقك ب 16000 دافعت ب 10 دافعت ب 10000، هذا ال 10000 تروح الدروب زون ويطقك مرة ثانية، لأن مدافع بعد مرة ما تبقى في الملعب بكمية الدفاع، كل اتاك دفاعه. الهجوم الأخير نفس ما شفنا هاجم اللاعب بجانسلوت 10000 وبوست 5000 توتال 15000 على فانجارد الخصم 11000 أتاك. استجابة اللاعب المدافع انه حط كرتين من ايده دفاع كل واحد فيهم 5000 شيلد توتال 10000، فصار هجوم اوفرلورد 21000 جانسلوت 15000. الحين هل معنات هذا ان جانسلوت ما راح يقدر يدمج على اللاعب الخصم؟ لا ننسى ان في شغله اسمها درايف تشيك، وكل تريجر يطلع لك يعطيك 5000 باور. فاحنا ايش كثر نبي باور عشان يقدر ينطوف؟ لو طلع لك تريجر واحد تعطي باور حق جانسلوت يصير 20000، طلع لك بعد تريجر تعطي بعد باور 25000 اكثر من 21 راح تقدر تعطي دمج زياده. الحين يوم سوى اللاعب المهاجم درايف تشيك اول مره طلع له هيل تريجر، هيل تريجر سوى هيل قطر دروب زون وعطى الباور حق جانسلوت 5000. سكند تشيك طلع له كريتيكال تريجر عطى باور حق جانسلوت صار 25000 وكريتيكال، معناته دمجين على اللي ضده. اللاعب المدافع هني خاص انكسر درعه واضطر ياخذ دمج، وهو حين عند 5 دمجات اذا اخذ بعد دمج يخسر. فسوى دمج تشيك طلع له هيل تريجر، هل معناته انه خسرنا وصل 6 دمج؟ لا، اذا طلع لك هيل على الدمج السادس تحطه بالدروب زون، تحطه سوري بالدمج زون، وتاخذ واحد من الدمج زون عندك وتقطه في الدروب زون فتم على 5.
وان جانسلت عنده كريتيكال من الكريتيكال تريجر على على الدراي على الدمج بشكل ثاني. صاحبنا ما صار محظوظ, ما طلع له هيل, وصل 6 دمج وخسر. فاز رويال بالادين على كاجيرو وسلموا على بعض.